كاين بزاف الناس اللي كيتسناو من هذه الحلقه باش يكونوا واضحين، كيتسناو يعرفوا كيفاش القصه ديال حسن الصواري من حارس مرمى في جميع الفئات العمريه الى غايه الكبار، في جميع الفئات السنيه ديال المنتخب الوطني المغربي. صباح الخير، صباح واحد الصباح اعطاكم ان شاء الله. شنو يمكن لك تعمق في هذا الموضوع لانه هو الاساس اللي كيتسناو الناس. ما الناس كيعرفوا حسن الصواري مارك هنا مارك هنا لعب هنا داك الشيء. صبري هو علاش؟ لان هي ما خدتش حقها بصح باش تعرف اكثر. هو كما قلت البدايات ديالي في ليكول ديال نهضه ستاتس، انا ذاك نهضه ستاتس بريمير ديفيزيون، درنا لا فورماسيون ديالنا توت كاتيجوري غارديان دو بوت. كنا مشينا من ستاتس لو سونتر ناسيونال كان في معموره، مشينا دي غارديان دو كانت كريات اون ايكول تما ديال لي غارديان، عاود كانوا فيها انا ذاك دي غارديان اللي معروفين واللي مشاو مزيان، كريم فكروش، بولمان، ياسين الحاض، محسن بلحسان، جو بونس لو بريس كنتفكر، كان يمن الشحيمي، كانت اون ايكول ديال لي غارديان. وبقيت انا تقريبا كما قلت لك من ليكول حتى الاولمبي كلهم ولا بليتو حتى الجينيور، بقيت غارديان دو بيت واحترفت غارديان دو بيت في بوردو، لان عاوناتني هذيك لا بيريود اللي كنت في لو سونتر. مشيتي ديجا لفرنسا احترفت غارديان في بوردو. والمفاجاه اللي كانت تما لا برومو ديالي ولا اللعابه المغاربه اللي كانوا معايا تما في بوردو، هو مروان شماخ كان معايا في نفس ليكيب نفس سميتو، كملت لا سيزون صافي ورجعت، لان كنت غير بريتي من نهضة ستات لبوردو. كيفاش كان الانتقال ديالك لبوردو بريتي؟ شكون اللي كان وراه؟ الانتقال في هذاك الوقت كان الله يرحمه رشيد عزمي، كان بريزيدون ديال ليكيب ديال ستات، وكانت عنده واحد شراكه مع بوردو مع فرق ديال في اوروبا بحال روتيردام، وكانوا ديجا مشاو تدراري قبل مني، مشى مونير ديان ولكن مشى لاعب مونير ديان، كان مشى لانس، كان مشى من بعد رجع للمنتخب الوطني. رجع للمنتخب الوطني. في هذيك الاتفاقيات كنت مشيت انا لبوردو، لان كان معنا واحد لو فرونسي في تيس، واحد لو فيو كان تبارك الله على بال، هو اللي كان خدام على هذا شيباني على بال، شيباني وفنان، فنان على بال، لان ملي كتكون شيباني في الكره راه كيكون عندك بزاف ديال الخبايا الفرنساوي. اصلا باش فتحوا واحد القوس، انه فرنسا معروفين كيكونوا دي فيو كيكونوا في لا فورماسيون. اخر مثال غيرو لوكسير، لا ميم شوز. هاد تو راه مات مسكين في تشيس، كان هو لو ديريكتور تكنيك هذيك الساعه عندنا في ليكيب ديال ستاتس، وتما دار ترونسفير ديالي، لعبت معاهم لا سيزون كامله ورجعت. الوقت اللي رجعت تما فين دار شويه المشاكل، كانت شويه المشاكل ديالي في ستاتس، ما كنتش كنلعب وليت وقعت لي شويه المشاكل، وكنت درت واحد لاني بلونش، لان كنت نورمالمون تا مشيت ما لعبتيش. قبل ما ندير لاني بلونش كنت مشيت لفار، انا ذاك كان غارديان، هادشي باقي غارديان، مشيت لفار مع لا سيزون ديال محمد فاخر اللي غيكون مات فيها مرحوم الزروالي. هذيك لا سيزون مشيت لفار غارديان دو بيت، لانه كان ديك الساعه المدير التقني وفتحي جمال، وكان معنا في ليكيب ناسيونال جينيور، هو اللي بروبوز عليا باش نمشي لفار. والوقت اللي مشيت وسنيت في لفار غارديان ما كانت وقعت مشاكل في السطات وما خلونيش نمشي، المهم كانت وقعت شي وقائع بحال هكا هي اللي عرقلات هذاك لو ترونسفير ديالي لفار، وانا شويه مرحله ديبريميت وجلست، درت اني بلونش. والعام الوقت اللي سير لا سيزون مشيت هزيت الساك ديالي ومشيت كندير التيست في خريبكا في لوسيكا، مشيت كندير التيست اتاكون، ولكن اللي خلاني درتها لان قبل في نهضه ستات بريمير ديفيزيون كنت لعبت شي سي ماتش لعبتهم بريمير ديفيزيون، كنعقل لعبت اتاكون. علاش؟ كان لونترينور هذيك الساعه عندهم بروبليم دي زاتاكون، كانوا دي بليسور وكانوا شي وحدين موقفين. كيفاش جاتو الفكره؟ هو كان كيعرفني انا كنلعب في لوشون، هو شحال من مره كاع في لونترينمون كنلعب مع الدراري في لوشون، واخا كان شايفك كاينه اللمسه
صافي من تما صافي من تما انا ملي حسيت بان البوست ديالي ديال الكارديان من بعد ما احترفت ومن بعد ما مشيت ليكيب ناسيونال معكس عليك صافي ما وقعوا مشاكل بحال كرهت هذاك البوست كرهتي البوست اه صافي من تما خديت الساك ديالي مشيت ندير التيست في لوسيكا اتاكو واللي غريب اللي غريب فيها سمير سكو انا غادي نمشي لوسيكا دراري صحابي في لوسيكا اللي معايا في ليكيب ناسيونال كي كيعرفوني انا كارديا معاهم في ليكيب ناسيونال وانا جاي هساك وغندير تيست اتاك جات مغربه راه كاين اللي كيسحب له حسن سطاتو الكره ولكن الحمد لله لو تيست تقبلت فيه يعني كيسحبوك اه صافي كيسحب الكره من سطات برشيد لعبات بيا قريبه برشيد برشيد قبل ما نمشي ولكن بالعكس انا كنت في هذاك انت كنتي مامن امنت وحتى هذيك لاني بلونش اللي درت ما جلستش حيت وجدت راسي كما ينبغي هذا الشيء اللي ساعدني مني مشيت درت تيست بالزربه انتجريت بالزربه خير وداري لعبت لو بروميي ماتش مع لوسيكا في الجينيور ليكيب جينيور ابخي صافي لعبت مع السينور من هذاك الماتش الدوزيام ماتش كنعقل عليه كونت الراجا في خريبكا وانا تيتولار مع لوسيكا حتى مشيت القضيه ديال التحول من 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 حارس مرمى المهاجم ما كاينش اللي يلعب فيها دور كاين شي حد اللي كان كيشجعك يقول لك خصك تكون اتاكون ولا لا لا لا, لا كانوا الاسباب كانت اسباب من ضمن الاسباب اللي قلت لكم هذوك لي سي ماتش اللي لعبت شجعوني لان لقيت راسي قريب باش نلعب اتاكون ولعبت كنت ماركيت في واحد البيت وكنت لعبت سي ماتش الكبار لعبت ضد الماس والماس يا الماس ديك الساعه لعبت ضد الفار لعبت ضد الدراجه